زكية بن عمر رئيسة التعاونية الحرفية للفخار والخزف الإسماعيلي بمدينة مكناس. استفدت بزاف من التكوين اللي دار في مدينة مكناس والاستفادة اللي كانت لا من ناحية ديال التسويق لا من ناحية ديال الإنتاج، كانت واحد الاستفادة كبيرة أننا تعلمنا كنديرو نتعاملوا مع لي كليون، وهذا التعامل مع لي كليون زادنا في المبيعات ديالنا ديال التعاونية. والشكر الخاص للام سي سي والشعب الامريكاني على المجهود ديالو على الدعم ديالو للمغرب والصناع المغربيين.